ملك السعودية غضبان من المصريين وعايز يطردهم من البلد كلها، والرئيس بيتدخل في القضية. وكل ده بدأ مع 34 ألف مصري قرروا يخالفوا تعليمات الحج في السعودية ويضحكوا على السلطات بعد ما راحوا يحجوا بتصريحات سياحية. ولما الشرطة في السعودية قبضت عليهم قررت ترحيلهم، وهنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر يتدخل، لكن قرار السعودية كان حاسم ورحلوا المصريين من السعودية كلها. وبعدها ظهرت مخالفات كتير خلت المسؤولين في السعودية يتكلموا أكتر من مرة في الموضوع ده، وقالوا بالنص إن في جنسية واحدة هي السبب الرئيسي لكل المخالفات اللي حصلت، وطبعاً كلنا عارفين إنهم المصريين، لأن وزارة الداخلية في السعودية أعلنت إن المصريين على رأس القائمة المرحلين من الحج السنة دي. وبعدها انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي كلهم ضد المصريين واللي عملوه. وهنا كان لازم نسألكم، ايه رأيكم في اللي عمل المصريين؟ هل انتم معاهم ولا ضدهم؟ ده سؤال ليكم مستنيين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت اكتر من مباشر مصر.